مريم اتمينا الدجاج الاولى ب 400 ريال والله الا بصح وهذيك وتخافي عليها الله يصوم واحد مرة قالت لي الحمد لله اللي رجعنا ما كاينه الزهره هنا والله الا بصح بصح كاريتا كاريتا عاود اللي كتشاها من هنا ومن هنا هنا يخصني مسخوط ولا وكال بصح تبرع مسخوط ولا وكال لا وكال اللهم اخويا وكال ولا مسخوط كيقولك ماشي مسخوط اللهم سكاع ولا وكال كيقولك سكاع ماشي مسخوط سكاع ولكن اخويا اللهم اخويا وكال يكون معك سكاع ومع هاد الغلاله هذا كان معك شي وكال السلامه اسكاع ليك راه غاديين غاديين اللهم ناكلهم اللهم ناكلهم في كلشي اكل يا اكل على غدا اللي بغيت تغوت اش تدي والو ما تدي معك والو غد ديال الاعمال ديال الاعمال والله يحسننا على ان شاء الله يبعد لنا شنفوسنا يا ربي امين تاعنا حكمة تنجي وتجي ديالك يا ربي امين يا ربي امين نعرضوا على 8 درويش ليه الله درويش ليه الله وياه الحمد لله وما يظلمش لا وما يتحداش حدود الله وما يقوم الشيء اللي سقريت عند واحد الشيخ اللي جا قبل الفجر ما كيشوفش في الله الانسان اللي ما كيكونش مسكين معاك وكتبدا كتقول فيه شي هضره ما فيهش وما شي هادشي الله يستر الغيبه ربي قال لك انت ما حضرتني كان يا سي وكاين ولا ما كاينش كاينه الحبيبه ديال كاينه كاينه ها هي ويلي غدي صحي في سيدنا كفرة حمري حمري الدجاج انا كندير الكوكري جيبي كوكري يا مبطنا من قرا من الجميعة ونديرها في الثلاجة تنجبدها ندير بالميسي ندير كبيدة ندير كميتة ايوا ندير هاسي وندير لك كبسة بالروز تجي زوين وهذا علاش واخا لا تعطيهم الوصفة غير الصوت اختي اش عطيتيهم وصفة عطيهم وصفة الكبسة عطيهم كبسة كديري ورقة الكبسة اييه كديري شوية طيابة غنية عن التعريف ديالي راه كتشد العراسات وكتشد تبارك الله اللهم بارك راه كلا غنجي عندك نديرو شي غوبورتاج اللهم بارك سمعي صافي قليلة وتتبقى شحال ديك البصيلة محفوفة تتشحري وتديري الجبانية ديال الرز وتديري الجبانية ديال الماء شتي النكهة ديالها راه ديال مراكش مراكشيه لا هي ماشي مراكشيه لا مراكشيه كبرت في مراكش بدتي فيها ولكن اصلا هي من تيزنيت اش الحاج بيتي من اللي قالتها مزيان من ذاك مين لاباس داير في الجيش صح لا بس انت ويت انا عندي من سال انا كيميك انا عندي من سالك عصام هذا تهضر بشوية شوية الشلحة برافو عليك كيجيو عندنا الشلحات أغلبية اللي كيجيو كتسولي لا بالفلفلة الحمراء والخضراء والصفراء لا على هذيك الصفراء ديال هذيك الحمراء والخضراء طريفة صغيرة كتجي زوينة هذيك الفلفلة ملونة قرط صغير وكديو جبانة على بغيتي ديري بايلة بحال بايلة حتى ديك الكوكلي فوق منو يا لالا ديري ديك مايونيز صافي وكل عرقيها ايش ادي تخلص ويه راك عطيتي موصفة ديري القناة ديري القناة وتخلصي الله يحفظك علاش الله يحفظك
إذن مشاهدي قناة شوف تي في، إحنا الآن كنتواجدوا بقلب سوق حي سلامة، ومعنا بائع الدجاج خونا عصام اللي غادي يقول لنا الأثمنة عاوتاني اليوم شحال دايرة. وا عصام صباح الخير أخويا، صباح الخير، سكح سكح شوية أخويا عصام، شحال الأثمنة أخويا عصام؟ ولد الحمري الله يحفظك ليا، دابا أنت ولد الحمري؟ ولد الحمري، الوليد الحمري مسكين من البلاد. إي والله الله يمتعك برضاه. آمين. شحال ديال اليوم الدجاج عصام؟ 92. نقصوا 10 دريال. 10 دريال ايوا سيدي، ما عندي ما نسالك، مع 10 دريال حتى هي فلوس. ايوا وليدي 390 ريال الكيلو. دابا راه الغلا تاعك خويا، واش راه بزاف؟ راه بنادم راه تقهر بالغلا، راه تقهر. اش بنادم دابا السيكيريتي كيشد شي دريال بيني وبينك، واش ياكل الدجاج؟ ما غيبقى ياكل الدجاج. هو السيكيريتي اصلا مسكين مقهور بديك شي دريال، مني ما كانش كاع الغلا، فما بالك دابا مع الغلا. بيني وبينك كيخدم 12 ساعة بجوج دريال، اللي كيعطيو 2000 درهم 54. لا مع هاد الاثمنه ما بقاتش دريال، غير حسبوها لا خدامه بريال. بزاف بزاف عليه بزاف، ما كيبقى حتى ماشي يركب. والله يصاوب. امين امين. الكروازي شحال دايره؟ 340. 340. اما البلدي ما نهضروش عليه. البلدي كاع 170 دابا. البلدي ما يقربوش ليه الفقاره، الدرويش. قربوا تروي هذا، قربوا البلدي. زعما بحال هكا تشهينا، تشهينا البلدي. كانت عندك شي محمه ولا شي وحده نافسه، راه ما تجي. ما تقدرش عليه، ما تقدرش. شحال هذه كانوا الناس كيديروا الرفيسه بالبلدي، والناس كانت عايشه ولكن مع هذا الغلاء لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يصاوب، الله يصاوب الدرويش. والله ينزل علينا، يزيدوا في الصالير شويه، يزيدوا في الصالير شويه الناس. حنا فرضا هي الاسعار زادت في العالم كله، ولكن يزيدوا في الصالير. موظف كاع استاذ عنده جوج دريات كيقراو كيخلص عليهم، ماشي شاطي بيني وبينك. راه اللي خرج 200 درهم والله ما تقدو في السوق. نهضروا في الواقع، شحال يعطيك؟ يعطيك 8000 درهم كاع هذا موظف كاع، ما قداش 8000 درهم؟ شكون اللي كيشدها؟ راه قلال الناس كيشدوا 8000 درهم. وكنشوفوا حنا السيكيريتي، السيكيريتي هو اللي واقع معطى في هذا البلد. السيكيريتي وصحاب الانعاش. الانعاش مازال كيخدموا 8 سوايع، وكنشوف هذا اللي كيخدم 12 ساعة. 12 ساعة. 12 ساعة، أنا راه فايت مجربها، راه رجليك كيطيبوا، جنبك كيطيبوا، أقسم بالله. لا ولكن شنو الخطير في الأمر؟ أن الشركات كياخذوا عليك فلوس كثيرة. كياخذوا عليهم فلوس كثيرة وكيخدموا. وكيخدموا هو بجدريه. هو نورمالمون خاص يخدم 8 سوايع، كيخدم 12 ساعة. فينا هو قانون الشغل؟ فينا هو قانون الشغل؟ يعني ما كناش مراقبة في هذا البلاد. عندك الحق. وكان أنا من هنا كنقول للناس اللي الشركات ديال صحاب السيكيريتي تهلاو فيهم، أما 12 ساعة راه ما كايناش في شي دولة. 12 ساعة راه ما كايناش في شي دولة في العالم اللي بنادم كيخدم 12 ساعة بجوج دريال، كتعطيه 54000 ريال وكتحرج عليه وكتحيد ليه لاسينيسيس، شحال واش كتخلص عليه بعدا لاسينيسيس كاملة ولا لا؟ واش كديكلاريه النهارات كاملين ولا لا؟ وياه. الله يصاوب ليهم. عصام شي كلمه بهذه المناسبه الجميله الوطنيه. عشان نقول لك احنا عاش الملك، علاش انا نقول لك وعيد مسيره خضراء، فهمتيني؟ ياك وحنا مغاربه والصحراء مغربيه بطبيعه. بيني وبينك البنيه التحتيه ما نعاودش لك، المغرب غاتية، اي واحد جا من برا كيدور، ما نكذبش عليك. جاو انا كنتبع في اليوتيوب وداك الشيء، انا مشى الرباط داخل، مشى لكازا داخل، مشى لطنجه داخل، فهمتيني؟ اللهم بارك البلاد الحمد لله من ناحية البنية التحتية غاد، ولكن ما نكذبش عليك فهمتيني؟ لا لا شوف ود المراكشية، ود المراكشية ربعة جوج راه قلال فهمتيني؟ هادشي اللي غادي نقول لك من ناحية زيد الصالير، زيد الصالير فهمتيني؟ باش بنادم يجي يتقدم عندنا الدجاج، إلا درتي الصالير غادي يجي غيتقدى الدجاج واللحم وكلشي. اللحم وكلشي تبارك الله عليك يا عصام أخويا.